شكا عدد المسوقين محصول الحنطة في محافظة ديالى من الإجراءات التي يتم من خلالها استلام المحصول وعدم مراعاة ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى التأخير الذي يستمر لأيام عند استلام المحصول في السايلوات. من يجيب الفلاح لما تعب وصل هالمرحلة ولما جاب هنا غير بحيث يستلمونهن، غير يستلمونهن الرأسين، ثاني يوم يابا السيارة تأخذ عطل 100 ألف باليوم الواحد، 100 ياخذ السائق منك، 75 و50 وتاخير منك الحاصده والبذور والحراثه، كل شيء كل شيء. يعني هسه ازمع الفلاح، فلاح حيل حيل، الفلاح حيل متذي. فيما ابدى اخرون مخاوفهم من عمليات الحرق التي تطول مزارعهم مع موسم الحصاد والذي يؤثر سلبا على ارزاقهم، مؤكدين ما يجري هي عمليه لضرب الاقتصاد الوطني. طبعا عندنا مخاوف، اكيد عندنا مخاوف، واحنا نتمنى الحصاد اليوم قبل باكر، حتى شنو اكو تخريب، اكو دعم خارجي، يعني احنا نتمنى سائل معقوبه يستلم ويسهل الامر لنا زين، لان اكو تخريب خارجيه يحرقون الزرع، حواصيل زينه يعني سنه خير من الله، ويريدون يضربون المنتج الوطني ويضربون الاقتصاد مال البلد. فيما نفى ممثل ديوان محافظة ديالى الاتهامات الموجهة للسايلوات، لافتا بأن هنالك 3 مراكز لاستلام المحصول، وتجري العملية وفق قوائم وخطة أعدت من قبل زراعة ديالى ووزارة التجارة، ويكون دخول السيارات المحملة وفق عدد معين ثابت مقسم على هذه المراكز. احنا بالنسبة للسايلوات اكو خطة عمل معدة مسبقا، مديرية الزراعة مقسمة الإنتاج مالها المتوقع على 3 سايلوات بالمحافظة، سايلو بعقوبة، سايلو بني سعد، بناكر بلدروز، كل واحد منطيته خطة يشكد يستلم ومجموعة أسماء، الأسماء اللي عليها هاي مصادقة من قبل وزارة الزراعة وزارة التجارة وجتي للسايلوات. فعلى ضوء هذا هم الشعب الزراعية، عندنا شعب زراعية في كل الأقضية، هم يومية يعدون قوائم ويدزون إياها لهنا عن طريق مديرية الزراعة. بعض الفلاحين بدأوا بهجرة الريف إلى المدينة، وذلك بسبب الخسائر التي تكبدوها من تأخير صرف مستحقاتهم واحتراق جزء كبير من أراضيهم، مما ينذر بمشاكل كبيرة في القطاع الزراعي وتراجع الإنتاج، ما يشكل خسائر للاقتصاد العراقي الذي يعاني من أزمة في الأساس. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغير الفضائي.